حسين الغازي يبعث انا حضر. اوه لا لا يا حسين ضيعتها، والكره صعبه والتوغل ميمي راح. اوه لا بابا رائع رائع، والتسديده جول بابا 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 مهند علي ميمي يفعلها ويسجل جول لمنتخب العراق عند الدقيقه 11. يا سلام عليك يا مهند، رائع 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 يا ولد. بابا رائعة، اولالا اول كرة صعبة للمنتخب اليمني من عبد الواسع المطري. التوزيع في القائمة الثانية ولكنها بعيدة، وتغطية دفاعية من احمد السروري. ما زالت الكرة لصالح المنتخب العراقي. ريسان ريسان ريسان، اولالا جول بشار ريسان، جول هدف ثاني للمنتخب العراقي. يا سلام، وكأن اليمن يلعب من دون حارس لسوء حظه. التسديدة لكنها بعيدة، تسديدة من همام طارق مسجل هدف في المباراة الأولى أمام منتخب فيتنام. والانطلاقة العراقية مرة ثانية، كرة خطيرة من هنالك يطلب. أوه بابا خرج مهند علي، أوه بابا 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 رائع، وقالوا لا وقالوا لا. يا سلام عليك يا مهند، يا سلام. مرور تقريبا 23 دقيقة لعب، وانطلاقة سريعة وخطيرة عن طريق مهند علي. مهند راح زوج لاعبين، مرة مهند كرة خطيرة، مهند رائع، اولالا. يا ميمي رائع جدا وانيق ومهاري وبارع وقوي جدا وشجاع. اولالا وحيد الخيات، كرته بعيدة تماما، كانت من على الصاصي في التمرير. كرة خطيرة قائمة ثاني، جول اولالا جول. يا سلام عليك يا علي عباس، وجول اللعبة من اروع ما يكون، ثلاثية من الجهة اليمنى التوغل وبالراس من هنالك في الرد، ووجد نفسه اللاعب علي عباس في المكان. اولالا كاد ياتي اول هدف تاريخي لليمن في كاس اسيا. الحكم الصيني السيد فومينغ يصفر نهاية هذه المباراة، فرحة الجماهير العراقية، نتمنى أكبر في المواعيد القادمة، نتمنى